أوبر الزنبك التنحيف مادة هي سيما جلوتايد إنجكشن. هذه المادة طبعا مع الأسف الآن في نوع من الهبة في دول الخليج للتعاطي مع هذه الأوبر من أجل التقليل من الوزن. لاحظت خلال الأشهر الماضية عدد كبير من المرضى ممن أخذوا هذه الأوبر الخاصة بالتنحيف الأوزنبك بسبب معاناتهم من الأعراض الجانبية اللي هي حقيقة الاستفراغ، الحموضة الشديدة، الجفاف الشديد في الفم، استشراء أمراض الفم خصوصا ضرباء ميناء الأسنان والتسوس. لا بد من السيطرة على جفاف الفم، ولا بد من استشارة الطبيب وطبيب الأسنان في نفس الوقت لكي نحافظ ليس فقط على جسم رشيق وإنما على أسنان سليمة وصحية. سليمة وصحية وشكرا.